فخلينا نتكلم. ويمكن سام قالت نقطه مهمه جدا، ان احنا ما شاء الله عندنا جيل مميز جدا من اللاعبين. الفتره الاولى لولايه الكابتن حسام البدري واول تعادلين مع كينيا وجزر القمر كان في بعض الانتقادات، والكابتن حسام البدري طلع وقال ان اللعيبه مش جاهزه بسبب كورونا و دلوقتي اعتقد كل الامور مهيئه للكابتن حسام بالقائمه اللي معاه باداء اللاعبين على مستوى المحترفين كمان، ان شاء الله بكره نشوف نتيجه جيده. شايف المباراه ازاي يا كابتن؟ يعني اول حاجه عاوزين نتكلم على الميزه انه كورونا جت عليك وعلى الناس كلها، يعني حته جاهزيتك من عدم جاهزيتك دي موجوده في الفرق كلها يعني وفي المنتخبات كلها، ولكن انت عندك الامكانيه الاعلى انه عندك لعيبه المنتخب المصري المحترفين بره بيلعبوا بصوره مستمره، بس كان محمد صلاح نجمنا الكبير وتريزيجيه وكمان حجازي والنني ادى اداء كويس مع الارسنال، ومصطفى محمد لما راح تركيا جالات اسرائيل، يعني الدائره المحترفين بقت واسعه شويه للكابتن حسام في اختياراته. الحاجه الثانيه المهمه، عندك نادي زي نادي الاهلي بيمر بظروف جيده، بيلعب مباريات جيده، خد بطولات كتير، برضو ادتك جاهزيه لعيبه النادي الاهلي يقدر ياخد منها عدد كويس، لعيبه نادي الزمالك كمان راحوا بيلعبوا بطوله افريقيا احتكوا كتير، لعبوا ماتشات كتير قوي، تقدر تاخد منهم لعيبه كويسه، عندك لعيبه بيراميدز برضو بيلعبوا بطوله افريقيا، فالكابتن حسام عنده يعني جاهزيه كويسه للاعبين كويسين. المهم هنا الاختيار طبعا اختيار التشكيل تقصد ولا اختيار القايمه؟ اختيار القايمه. اختيار بمناسبه اختيار القايمه وكم مدرب يا كابتن عادل، ايه الفرق بين اختيار لاعب في المنتخب ما بينه وما بين اللاعب في اي نادي اخر؟ ايه الفرق؟ يعني هو سؤال جيد، يعني نقدر نقول ان لاعب المنتخب حاجه ولاعب النادي حاجه ثانيه. لاعب النادي ممكن انا علشان القايمه محدوده او بالمعنى الاصح بيبقى بمتلك 25 او 30 على حسب قائمه الاتحاد البلد اللي هو بيختار، بيقول قائمه النادي 30، فانت ممكن تجيبي لعيب مضطر انك تلعبيه، لكن منتخب مصر دي قاعده كبيره، كل لعيبه مصر كلها تحت امر المنتخب، فانت ممكن تاخدي عندك يبقى حوالي لو بتلعبي 18 فرقه في الدوري عندك 18 باك ليفت، عندك 18 سيرد باك، عندك 18 سيرد باك تاني، ففي عدد من اللاعبين الجيدين جدا اللي انت تقدر تختار، يعني رفاهيه الاختيار في منتخب مصر اوسع واكتر. هي بس هي محتاجه من المدير الفني الحكمه، انك انت في لاعب دولي والكابتن هاني عارف الامر ده طبعا شخصيه دوليه، وفي لاعب الله يرحمه الكابتن محمود الجوهري اول من ارسى الموضوع ده، اللي هو بمعنى انك انت مش ممكن تكون عملت اداء كويس في الدوري المصري ولكن في نفس الوقت بعد ادائك كويس مش هتقدر تبقى لاعب دولي، وعندنا نماذج كتير ما نقدرش نقول اسماء ان كانوا لعيبه محليه جيده قوي وبيلعبوا مباريات جيده ولكن في الدولي وحته الدولي كانوا اقل، فعشان كده الاختيار بتاع المنتخب اوسع واعمق وقاعده اكبر انك انت تختار لاعبين، لان كل قوام لاعبي مصر الدرجه الاولى والثانيه يمكن عندنا فيصل لو فاكر يا كابتن هاني كان بيبص على كنا في المنتخب ايامها خد لاعب من الدرجه الثانيه كان كمال فريد ساعتها لما خدوا المنتخب وجي وانضم المنتخب، علشان كده بيقول لك ان اللاعب حتى توصل لاقصى درجه الدرجات الادنى في البطولات انك انت تتفرج عليها لانها كلها تحت مظله المنتخب. طيب من خلال القائمه دي يا كابتن شفت وانت بتقرا الاسماء كده شفت اسم وقفت عنده او اسم كنت تتمنى تشوفه في القائمه؟ بص يا كابتن هاني انت راجل مدرب وعارف ولاعب كبير طبعا ومحترف، احترفت في اماكن كبيره قوي، الاختيارات بتاعه المدرب اكيد ما فيش شك طبعا، انت ممكن من وجهه نظرك تقول احنا بره الموضوع، نقول ان ليه ما خدش ده وليه ما خدش ده، ولكن هو بطريقه لعبه يقدر ياخد منتخبه، يعني المدرب الجيد اللي بيطوع اختياره على سيستمه وطريقه لعبه. في لعيبه خارج السيستم زي صلاح زي حجازي محترفين زي المحترفين زي دلوقتي مصطفى محمد من وجهه نظري برضو فرود مهم جدا لمنتخب مصر في الوقت ده، فاحنا بنتكلم على الاختيارات،
فانا دايما عشان راجل مدرب ما بحبش ان انا اتكلم في اختيارات، انا احب اتكلم استفاد ايه من الاختيار بتاعه.